الزلمه ليش فيقتوني اذا لسه ما انكم عاملين اكل؟ برافو عليك. بما انه كلنا واحد يعني كلياتنا جوعانين، واذا كلياتنا جوعانين يعني كلياتنا بدنا ناكل، ولما كلياتنا بدنا ناكل يعني كلياتنا لازم نحضر الاكل لكلياتنا. يعني بالاخير لازم ناكل. اكل ها. عم تتظاهر. برافو عليك، كثير ظريف، كثير النكتة خطيرة. لك يا ريت لو الهواء بيتاكل. كنت اطلش يشبعد بدون ما اتحرك من مكاني. بس في واحد مفقود، وين الراقص؟ وين الافندي؟ اكيد عم يتدرب كالعادة، ما شغلته غير يتدرب. كم لك يا معلم. شوفي انا جمعت هي ما بحبها ابدا، ما بيجي من راحه غير المصايب. اهلا وسهلا، نورت والله. اكلكم ما بيناسبني ابدا، اتركوني بحالي اذا بتريدوا. انا عندي نظام غذائي صحي لازم اتبعه لحتى ضل مثل ما انتم شايفيني هلا. اسف، اكلكم كلياتهم بيخطر على بالي. هلا بيعمل لي بيض ام اوت. انت اهم شيء جسمك، ولتحافظ على جسمك يا أستاذ لازم اتباع نظام غذائي صحي. الغذاء النظام الصحي ما هو إلا طريقة يتم اتباعها في توزيع طعامنا ونظامنا الصحي وسعراتنا الحرارية على الوجبات الغذائية الموزعة طوال اليوم الواحد. شرط أن يكون الغذاء متوازنا صحيا وسليما، ويجب أن تتناسب مع وضعنا الصحي الحالي عامة أو خاصة. عام خاص مو مهم، المهم بدنا ناكل. وعلى فكرة فينا ناكل ونحكي بنفس الوقت. أنا ما فيني أتخيل حالي إني جاي من العصور الوسطى لما كانوا يقعدوا على الطاولة وما يحكوا، مو لأنه بحكي كثير، بس الهدوء هو المشكلة. يا أخي ما بعرف، أنا عندي مشكلة بالهدوء، ما فيني ما بقدر. رح أعمل سلطتي، أنا بحب آكل سلطة، أنا هيك مرائي، أنا بحب كل وأنتوا اللي بدكم إياه. You wanna eat fat, you wanna eat fish, you wanna eat كيلو اللي بدكم يا حبيباتي، أنا برا. Do you understand me؟ تفضل، عمول بدك إياه. تخيلوا آكل أكلكم ما بيتاكل أساساً. أنتوا عم تخربوا نظامكم الصحي، أنتوا عم تملوا جسمكم كلياته سموم، هي سموم فقط لا أكثر. أنا من جهتي تنازلت اليوم وجبت الغراب. الفليفلة الحارة، الفلفل الأحمر، الفلفل الأخضر. بشرفك يا زلمة، والله أنا بخجل أقول هالأسامي، تخيل آكلهم. مو طبيعيين أبداً. تشرفنا والله، ابقى عيدة أمانة. اللوز، البازلاء، البروكلي ذو الساق الطويلة، الملفوف الأخضر، الملفوف الأحمر. الريحان، السبانخ المجمد، أوراق الهندباء. الجريفون الوردي، جريب فروت. البصل الأخضر، المندرينة أو اليوسفي، جرجير الماء.